صراحة سنة 2021 داز سنة فاشلة بامتياز، حيت كتشبال سنة 2020 يعني طغى عليها الطابع ديال كورونا، ديال الحجر الصحي، الناس نفسانيا، الضغوطات النفسانية، القراية حتى واحد ما بقى مسوق ليها بحكم دراسة عن بعد، بزاف الناس كيعانيو ماديا بحكم ان التعويضات ما كانوش، بحكم ان شحال من واحد، شحال من مجال عانى، شحال من خصوصا اصحاب الحرف الصناعه التقليديه والناس ديال السياحه. كما كتشوفوها انتم طنجه هكا ماشي هكا كانت كتكون، طنجه ديما في راس العام كيجيو الناس، كيجيو الكوار، ولكن كنتمنوا ان شاء الله من هذه السنه الجديده تكون ان شاء الله، واخا هما غير ارقام كيتبدلوا، كنتمنوا ان شاء الله، حنا كنتفائلوا وشده في الله ان شاء الله تبدل الاحوال، واخا البوادر ديال التغيير ما كايناش الصراحه، يعني عام على عام كتزيد غير تكفس كما تنقولوا حنا باللغه العاميه، من ناحيه ديال اول حاجه من ناحيه كصحيه، حيت انسان ما بقاش لاقي الحريه ديالو، يعني على ما كيجي يقول راه حنا خرجنا من واحد الازمه حتى كتجي ازمه واحده اخرى، كيقول خرجنا من هنا كتجي عاوتاني واحد الحاجه واحده اخرى، يعني الناس ما بقاتش كتزعم على بزاف د الحوايج، كلشي ولا خايف، والحياه، وهذا ميساج حنا كاملين حسينا بحال كورونا صرفقاتنا، الحياه قبل 2020 ماشي هي الحياه بعد 2020 بعد كورونا، بزاف د الحوايج تبدلوا، حتى العلاقات الاجتماعيه، الناس، ما حالات الماديه، المهم بزاف د الهضره، المهم هاد الاعوام ماشي بحال العوام اللي فاتوا. احسن بلان وقع لي في 2021 هو تفارقت مع الصديقه ديالي اللي دوزت معها 9 سنين وتفارقت معها، والحمد لله وكنشكر سيدي ربي اللي خرجني من هذه الازمه هذه، وان شاء الله تفارقنا اكوز دو بروبليم فينانسي، كورونا دارتها اخويا، لا اله الا الله. شنو هو اسوء بلان وقع لي في 2021؟ اسوء بلان هو الام ديال واحد الصديقه ديالي، كانت بحال الام ديالي، توفات الله يرحمها خالتي عائشه، كانت بحال الام ديالي صراحه، حسيت بها، والله يصبروا والله يصبرنا كاملين، والله يرحم الجميع، ونتمنوا يكون الخير ان شاء الله من هنا لقدام. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.